سيلعب نادي شباب الوزداد مباراتهم أمام الترجي الرياضي اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويطمح رفقاء اللاعب الجزائري شعيب كداد إلى تحقيق الانتصار والانفراد بسرادة صدارة المجموعة خاصة بعد الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وستنطلق مباراة شباب الرياضي بالوزداد الترجي الرياضي التونسي على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر كما أن المباراة ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس والقناه الارضيه الجزائريه